السلام عليكم. محمد سعيد السودي، مغرسات اقليم وزان، كنتواجدوا في زومي مهرجان النسخة الأولى ديالو. الجمعية نظمت بلاطو صحن الطائرة كمنظمين معها، حنا كتجارب عندنا واحد شوية ديال التجارب، كنتواجدوا معها من إن شاء الله، كنسيروا معها وكننظموا مع التنظيم، نطلبوا الله التنظيم يكون في المستوى باش تكون السلامة الهوة ديال الصيد، ونطلبوا الله السلامة للجميع. وكما كتشوفوا الامور باقا شويه عشوائيه، نقول لهم حقاش داري رغم البعد ديال الانديه وما كيمشي يشتري وما عندهمش علم على هذا البلاطو، وكنحاولوا ننظموها ونوريهم الطرق كيفاش يديروا يتيروا وكيفاش يكون السلامه، كيفاش يدير اخويا المكحله ديالو وكيفاش يتيري كيفاش هذا الشيء اللي كاين. نطلبوا السلامه للجميع. يمكن يقدر شي واحد حقاش كما كتعرفوا بلاطو عندك حق تيري جوج ديال الرصاصات على بلاطو، شحال واحد كيتيري طلقه واحده، يمكن له بقى له طلقه يدور يتيري في صاحبه. كنحاولوا نحضيوها هكا يخوي المكحله ديالو عادي يدور المكحله، عشرة فيها صعوبه كبيره، وكنحاولوا ننظموا معهم شويه ونيسروا معهم نسيروا معهم الامور شويه والسلامه هادشي اللي كاين كمتطوعين والسلامه هادشي اللي كاين. هم الاسم بيار سعيد من دوار ولا بسبيكا، قياده زومي. جينا في واحد المشاركه ديال البرنامج ديال هذا التظاهرة اللي نظموها مهرجان زومي جمعيه النور. كنشكرهم على هذا حسن الاستقبال وهذا التظاهرة أمس حاجة المنطقة، كنا معطشين هذا التظاهرة في حال هذه وهذه الأجواء. احنا فرحانين كاملين، أنتم كتشوفوا الناس جاوا من أي بلاصة فرحانين. السلطات اللي سهرت على هذا، السلطات المحلية اللي سهرة على هذا التظاهرة هذه دايرة المجهود ديالها، وكنشكر هاد الناس اللي جاوا يشاركوا في هذا التظاهرة هذه وشكرا. السلام عليكم. هنايا مجن مقرصة، جينا عند الدراري هنايا باش يشاركوا في هاد الرماية. الحمد لله الأمور ماشية مزيانة، ونطلبوا الله يكون هادشي من مستوى والأمور ماشية مزيانة الحمد لله، ونطلبوا الله بالخير. ماشي بزاف، هادشي خمسة سنوات هادشي هي اللي كان، الحمد لله الأمور مزيانة ماشي هاد الساعة الحمد لله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.